يعني الهواء اللي بنتنفسه قاعد ندفع عليه ضرائب، فوق هذا اللي حكينا على الراتب، والراتب كله رايح اصلا ضرائب من اساسه يعني. فيعني الكل عارف انه ظالم وهذا القانون ولازم يعني ينسحب. الرسالة هي انه الحمد لله كانت استجابة المواطنين الأردنيين لهذا الإضراب دليل واستفتاء ضد مشروع قانون ضريبة الدخل. طاقة ضريبة.